كانت أول التعديلات اللي كانت فيها الجزء الثالث من مسلسل باب الحق. طبعا هو الضجه اللي صارت الجزء الاول والثاني خلتني شويه اطلع من حاله التمثيل للحالات الاحتفاليه اكثر، فكان شكل بحاجه اكثر من بس ما ترى خلفي الشخصيه الثالث. الحمد لله نحن هلا عند مرحله منيحه من المسلسل. اكتشفت اني انا الكاتب ما فيك كاركتر وطبعا باب الحاره بيها كل شيء بيشوفوه الناس حلو ورا الكاميرا، نحن كمان بنعيش حياه احلى بكثير. بالحقيقه عم نحاول دائما نحن نسجل التاريخ الاجتماعي للمدينه الجميله الشام واحياء، فبالتالي بهذا العمل بهذا الجزء تحديدا عم نجرب انه نطرح قيم الشمس. اولا قيم التسامح واعلى انواع التسامح، قيم العلاقات الزوجيه، قيم علاقات الاسره، يعني الجذر الاساسي لهذا المجتمع هي الاسره. وطارحين عده علاقات وطنيه مبنيه ما بين المنتمي الى هذه المدينه وما بين المحتل. عن شخصية عظام قد ايه تبى الورث وقد ايه اخذ مساحة وظهر في الظهور القوي في الجزء الثالث. الحقيقة يعني شخصية عظام كثير تطورت بالجزء الثالث، هي بالاساس كان لها عدة مستويات بس بالجزء الثالث بغياب العنفي على الشخصية اللي هي شخصية عظام فتح مجال لشخصية عظام بالقيام بافعال كثير ما كانت تقدر تساويها في وجود الأزمة. شخصية أبو حاتم الجزء الثاني ما بدي أقول مختلفة، لا متطورة جدا 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 عن أبو حاتم الجزء الأول والجزء الثاني. شخصية ناضجة بالجزء الثاني، شخصية متوازنة بشكل أجمل، مثمرة حقيقية أكثر، لامسها النص لامسها من الداخل أكثر. من اليوسف نجم جديد على الساحة التلفزيونية من خلال مسلسل باب الحارة ومن خلال مسابقة خاصة على سيت هاي ازاي؟ بداية احنا النهارده في لوكيشن باب الحارة، وانت طبعا اصبحت من عضو من اعضاء الفريق، كلمني عن تجربتك من خلال اداء دور في مسلسل باب الحارة. والله كانت تجربة جدا حلوة، وعرفنا التعب اللي بيتعبون كثير الممثلين حتى يطلع العمل بهذا الشكل منه. يعني العمل تقريبا المشهد اللي بياخذ 5 أو 10 ثواني ياخذ تصوير 3 ساعات او ساعتين. دورك ايه اللي كلفت بيه في المسلسل بعد ما فزت بالجائزة؟ والله دوري كان مع حارة اسمها حارة الماوية، حارة جديدة في المسلسل. وقت ما جيت انا كنت متخيل مين من الفنانين اللي انت كان نفسك تشوفهم وقابلتهم؟ طبعا سامر المصري، وائل شرف، ميلاد، اسامه، والله الشخصيات كلها اللي لعبوا الدور في باب الحاره كانت كان يعني نفسي اقابلهم شخصيا.